بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أعزائي حبيبي متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهارده إن شاء الله نتكلم عن موضوع بيشغل بال ناس كتير قوي، لانه للاسف الشديد ان ظهر في الفرخ الرومي ملوش علاج. موضوع اربة المية في صدر الديك الرومي او كيس المية. ناس كتير وخصوصا اللي مرباش رومي قبل كده، لما بيشوف اربة المية في صدر الفرخ مبقاش عارف هل دي طبيعية ولا عيب، طب اتصرف فيها ازاي، طب اعمل فيها ايه، فمبقاش عنده اي حل ليها، فبيتصل علينا وان شاء الله نقول لكم اسبابها وعلاجها في الفيديو ده. بنذكر حضراتكم بس في البداية ما تنسوش تشتركوا لنا في القناة الجديدة، قناة طلبك عندنا، اللي احنا عاملينها في الاصل لتسويق المنتجات بتاعت حضراتكم. وقلنا اللي عنده اي منتج عايز يعرضه يسوقه يبعته لنا في فيديو ويعرفنا السعر والعنوان وطريقة التعامل. نفس الشيء برضو اللي عايز يشتري اي حاجة بيتصل علينا على نفس الرقم، بيقول مثلا اوصل اجيب دعم منين، اجيب روم منين، اجيب حتى قلنا خدنا رأيكم لو حبينا نعملها في منتجات تانية مختلفة مش شرط يكون الرومي. يعني لو عايز تسأل عن جهاز معين او عن منتج معين ممكن تسألنا، واحنا برضو بطبيعة الحال نحاول نتواصل ونجيب لحضرتك عنوان او اسم شركة تكون كويسة ومناسبة تتعامل معاه. بنقول اربة المية او كيس المية اللي بيطلع في صدر الديك الرومي له اسباب. بنقول اسبابه ان بتكون النشارة تحت الديك قليلة، وخصوصا في الاوزان الكبيرة. لا لو حصل ان الفرخ ده كان عنده نقص كالسيوم او قلة كالسيوم، او احنا قصرنا في موضوع الاملاح المعدنية والفيتامينات والكالسيوم، بيبدأ الفرخ يعرق شوية او رجله تتقل شوية، فلما وزنه بيزيد ورجله مش شايلاه بيكون وزنه تقيل على رجليه، فلما بيجي يقعد يرقد او يقف بيكون فيه صعوبة في وقوفه او رقاده شوية، فلما يجي يرقد بيقوم نازل مدبوب مرة واحدة. فالدبة دي مرة في مرة لو تحت منه طبقة نشارة مناسبة بيبقى مفيش اي مشكلة. لو الدب او اتحط مرة واحدة وطبقة النشارة تحت منه قليلة فبيصطدم بالارضية، وخصوصا الارضية بتبقى خرسانية او متبلطة، فبيحصل ارتشاح في العظمة بتاعت الصدر بتاع الديك. قلنا طبعا فيه صدر يمين وصدر شمال على هيكل عظمي كنا زمان واحنا صغيرين نسميه الجمل، فطبعا ده بيبقى ايه في منتصف فردتين الصدر، فبيتخبط. لما يتخبط مرة في مرة مع الوزن التقيل، حتى لو هو في الوزن القليل وفي عنده مشاكل في رجليه، بس اصطدامه مع وزنه القليل ما بيعملش حاجة، لكن لما يبدأ يكبر ويتقل في الوزن ويجي يرقد يقوم مخبوط مرة واحدة في الأرضية بيحصل ارتشاحات في العظمية دهيا. الارتشاحات دهيا مع الوقت بعد مثلا اسبوع اتنين بيبدأ يطلع منها افرازات بتتجمد وتشبه العرق الابيض كده او فتلة الدبارة البيضة، وبعد كده الفتلة دي او العرق ده بيلتصق باللحم بتاع الصدر الايمن او الايسر، يعني اليمين او الشمال. وممكن التفريعة دي او العروق دي لما بتخرج ممكن تكون مشتبكة في الناحية اليمين والناحية الشمال، يبقى فيها يا جماعة شبكة عروق كده في زي حاجة تشبه حبل الطعم كده بس ابيض، او حبل الدبارة بس ابيض، وبكون لازق في الصدر اللحم الصدر بتاع الناحية الشمال والناحية اليمين. طبعا بنستنى كمان بتبدأ تزيد القربة دي وبنلاقيها مية سخنة، يعني احنا لما بنحط بنلاقيها بعد شوية بدأت تظهر تبقى ملو الايد كده او تشبه قد حبيت المانجا الكبيرة كده، فيبدأ الواحد يلاحظها. فلما بنحط ايدينا عليها بنلاقيها سخنة مية كلها، يقول لك ده في بالونة مية في قلب الايه، في قلب صدر الفرخة، دي طبيعية ولا مش طبيعية؟ الكل في الاول بيظن ان هي طبيعية، فبنحط ايدنا عليها بنحس عليها بنلاقيها اساسا سخنة. لما بنيجي نذبح الفرخ ده
بنلاقي ان شبكة العروق دي يعني ايه مختلطة باللحم، مجدرة في اللحم. في البداية لو هي مثلا ذبحنا الديك ده بعد اسبوع 10 ايام، بنلاقيها يدوب جاية على ايه شبكة في اللحم بتاع من ناحية بره، يعني بنشيل الجلد بتاع الصدر الحتة بنقوره وبنشيل، ونلاقي العروق دي يا دوب لازقة في اللحم كده، ما ضرتهوش قوي. لكن لو قعدنا فترة سيبنا مثلا الديك ده لمدة شهر ونص شهرين، بيكون العروق دي ايه عملت شبكة عروق قوية في لحم الصدر اليمين او الشمال، وبالتالي انا عشان احش لازم اقور حتة لحم وليكن دايرة محيطها مثلا حوالي مثلا 5 سنتي وبعمق وليكن 0.5 سنتي، فيبقى شكل المنظر العام بتاع صدر الديك الرومي متأور، شكله يخوف او يعني يخلي الواحد يشمئز او يخلي الزبون يبقى قلقان. يعني لو حضرتك ذبحت الديك الرومي وعملت في المنظر ده وجيت تبيعه، فبيبقى الزبون او العميل قلقان او عنده شوية تخوف الفرخ دي كان في ايه عشان يعمل كده. الحاجة التانية الأصعب إن المية دي، قربة المية دي لما بتقعد شوية بتاخد كمان، بيبقى فيها دم مزرق ومحمر، يعني مش مية وبس، وبالتالي ممكن تزرق حوالين حتة اللحم اللي احنا بنتكلم عليها. طب هل الموضوع ده له علاج؟ ولو له علاج نلحقه امتى؟ انا بقول يا جماعة اهتم بطبقة النشارة كويس جدا جدا، وخصوصا مع الاوزان العالية، اهتم انك ما تخليش ديك رومي يروح خصوصا في الحر. بيحصل الموضوع ده في الصيف او في الحر، لان بيبقى الفرخ الجو حر عليه، فما بيصدق يلاقي حتة ما فيش فيها نشارة، بتبقى البلاط مهما كان ساقع او الارضية ساقعة، فبي ايه بيحط بيقعد بيرقد فيه. فنهتم بطبقة النشارة كويس، نهتم بالتهوية الجيدة كويس عشان ما نخليش الفرخ يلجأ ان هو يدور على مكان فيه هواء او ساقع شوية. الحاجة التانية نهتم ندي كلسمات وندي املاح معدنية وندي فيتامينات وندي رافع مناعة عشان الفرخ ما يبقاش هبطان، فلما يجي يرقد او يقعد يقعد بالراحة، يجي يقف يقف بالراحة، ما يبقاش يتحط مرة واحدة او يتدب مرة واحدة. بعد كده لما تظهر قربة المية دي او بالونة المية دي، حلها ايه؟ حلها ان انا من البداية كده لو الديك استوى او وزنه بقى يعني كويس اذبحه او ابيعه، يعني مجرد ان تبدا تظهر قربة المية دي ابيعه. في الحاله دي مش هيبقى لسه جدر ولا عمل عروق، وهيبقى حتى الزبون لو خده هيذبحه ويفتحه يلاقيه نظيف ما فيش فيه اي مشاكل، يا اما انا بذبحه يا اما ببيعه، لكن ما سيبوش اكتر من كده، ما سيبوش لما شهر شهر ونص، لما تبقى قربة المية دي ايه بدأت تعمل مية زرق يعني محمرة او مصفرة، وبدأت تعمل شبكة عروق تختلط باللحم. في ناس طب علاجه ايه؟ والله في ناس بتيجي على على القربة دي او البالونة دي وتشرطها كده بمشرط متطهر، فبتنزل المية دي وتخيط الفتح ده غرزة او اتنين وتدي مضاد حيوي. في ناس بتسحبه بسرنجة، لكن انا بقول الصح ان هو لا يسحب بسرنجة ولا يتشرط بالمشرط، لان احنا قلنا بيبقى العظم خلاص عمل ارتشاح، فطالما العظم عمل ارتشاح لو انا سحبت كمية المية دي العظمة بتاعت الصدر هترشح مية غيرها، ولو انا سحبت بالسرنجة العظمة هترشح مية غيرها. يبقى في الحالة دي ملوش لازمة موضوع التشريط بالمشرط او السحب بالسرنجة ولا المضاد الحيوي، عشان كده هيهبط الديك زيادة. بقول يا جماعة ادي فيتامين، ادي كالسيوم، كل ما زاد الوزن عندك ادي كالسيومات اكتر عشان الفرخ يقدر يتحمل الميزان بتاعه. وزي ما قلت التهوية ثم التهوية، لو انت حضرتك مهوي المكان كويس هو مش هيلجأ انه يدور على مكان ساقع يرقد فيه. في نهاية الفيديو بتمنى التوفيق للجميع، ما تنسوش حضراتكم تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناة الجديدة قناة طلبك عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.